السلام عليكم دلوقتي، عايزين نشوف الخصائص بتاعة الموديل بتاعي. فهاجي هنا وأقول له أنا عايز أشوف الموديل بروبرتيز، فهجيب لي خصائص الموديل. مش مهم أنا عامل سيلكت على إيه، ده خصائص للموديل نفسه. وهتلاقيه عمل لي خط أزرق على الحدود. ممكن أكون أنا عايز أغير الحدود دي، أقول له فيرجن وأبدأ أختار حدود تانية هيت، أو أقول له أنا عايز على شكل بوكس مربع أهوت، تمام. لو قلت له أبلاي هيقف على كده. طيب هقول له لا، موديل بروبرتيز. اول حاجه هنا ديسكريبشن، بعد كده اليو سي اس بتاعي. ممكن يكون عندك اكتر من يو سي اس، فتختار منه اللي انت عايزه. وبعد كده ده الكولجن ولا بوكس، ممكن نقول له اختار بتاعت الموديل. وبعد كده ممكن نقول له لود اكستند فروم فايل، لو عندك فيه فايل موجود تقدر تختار، ودي الامتدادات اللي موافق عليها. وبعد كده الديفولت ستايل للتضاريس بتاعتي تقدر تختار، في عندك انواع كتيره تقدر تختار اي نوع منه اللي انت عايزه. من هنا الماتريال، الموديل تايب تقدر تختار الموديل تايب بتاعك. هنا تختار بقى ديسكريبشن ستاندرد، تشتغل اني ستاندرد زي الستاندرد. وهنا بقى بتبدا تختار انت هتمشي بأي نظام، اللي هو العربيات على الشمال ولا على اليمين.